مزيان اخويا حميد، تفضل حميد عاود داكشي اللي بغيتي، حنا نسمعوك. شكرا اخويا بدر الحمد. اخويا قلت لك انا جديد في الباديه في العربيه، وتزاديت كانوا والديا بوحدهم فهمتي، ما كاينش اللي يعاونهم فهمتي. تزاديت انا واحد اختي كبر مني، انا كنت الثاني يعني، هذيك اختي الاولى وانا من موراها. ملي تزديت انا يعني مع الشغل ديال العربيه عندي انا عارف يعني، يمكن شي الوالده كانت مسكينه بوحدها وما مجبرش كيفاش تعمل، وعطاتني لجداتي كنت صغير يعني صغير بزاف. هوت المدينه يعني، هوت المدينه قريت، كانت كنا ماشي شي قرايه، كانت كنا ما جابش الله في القرايه، دخلوني في الصنعه ما جابش الله في الصنعه. المهم خرجت ولد 13 سنة عيدة للتجارة، من التجارة الراسي كنت عملت واحد التجارة يعني في واحد المدينة. هذيك التجارة اللي كنت عملتها أنا غير يعني تيسير، ما كيناش في ديك المدينة مرة، ما كيناش في ديك المدينة مرة. وتيسرت لي الأمور فيها وفقني الله سبحانه وتعالى فيه. عندي كنعرف بنادم ملي كيكون مازال صغير وكذا وسي المراهقة، خرجت عاشرت شي شباب التبليد. عندي واحد الوالد قاصح بزاف يعني، ضروا على كل شيء إلا البلية هي اللي ما يعني ما تخلوش الراسو مرة. حاني نقولو ماشي نقول لك كرهني، ولكن نقولو فهمتي كيفاش يعني، ما بقاش كيحمل يسمع الهضرة عليا بقوة يعني. التبليد أنا بكل شيء، عشرت شي شباب اللي ناقصين بزاف، تبليت بكل شيء يعني، جميع البليات اللي كدوروا لك بتاريخها هاي بدون ما نذكر الأسماء ديالهم. يعني بقيت ماشي في ديك الطريقة هذيك، ما عندي نقدر في ديك التجارة، وفقني فيها الله سبحانه وتعالى. وبلاد من بعض سوايع ما كيبقاش يعني، ما كيبقاش يرد البل النعمة اللي عطيها الله سبحانه وتعالى. عشرت الشباب هنقولوا صافي، خرجت عن السيطرة صافي يعني، تبليت غرقت في البلية. كيشيني واحد المرض أخويا، المرض الوسواس يعني الاكتئاب، ما وقت مريض نقول لك مدة عامين في الدار مريض، ما كنخرجش لبرا مرة، برا ما كنخرجش يعني. تخيل أخويا بدر، سمية جداتي ربتني يعني، هي ربتني وكبرتني، بقيت كننساها يعني، بحال اللي فقدت هي مرة. ساعة ندور نقول لها شنو اسمك. ورا داكشي جاب الله الشفاء، قابلوا معايا الطبيب نفساني وكذا، وقطعت البلية وجاب الله الشفاء، جاب الله الشفاء. رجعت للتجارة والمطريمة، مشيت واحد النهار كان بحر مع شي البحر مع شي الداري صحابي، كنا كنلعبوا الكره بحال هيدا خايب هضر، وهي تجي عندي واحد البنت. السلام عليكم. عليكم السلام. قال لي خويا واش ممكن توريني فين كيتباع لي ساندويش؟ قلت لاختي هاد فدغا كاراتيرا غتجبرهم موجودين محالات. قالت لي واش ممكن طلع توريني، حيت انا ما كايناش في المدينه، ما ساكنش في المدينه، انا جيت غير فاكونس، انا كنعيش على برا. قلت لها مرحبا ماشي مشكل، انا نيتي صافيه فهمت. قلت لها نيتي صافي، ما طلعت معها عادي يعني، بقيت تسألني فين ساكن كذا، بقينا ماشي جايين وجايين الهضره. وصلنا لواحد البلاصه وهي تقول لي انا ما قصديش لا ساندويش ولا والو يعني، انا شفتك عجبتيني وعندي الغرض يعني نقترح عليك واحد الراي، الا بغيت يعني مرحبا. قلت لها مرحبا. قالت لي واش ممكن تجوج بيا، انا كان في عمري ديك الوقت هذاك كنت في عمري 19 ونص، مازال صغير. ودابا شحال في عمرك دابا؟ دابا انا صغير عليك بسنه، 30 سنه ما شاء الله. قلت لك اخويا عرضت عليا هذا
يعني قالت لي انا شفتيك ولد نقي وكذا، مع عندنا كتعرف بنادم اللي كيكون لوندر ما ومعاه كانت التجاره زاهيه وكذا، مع كنا كنلبسو مزيان وعندنا المهم الشباب ده. المهم هي كانت كبيره عليا، هي كانت في عمرها شي 28 سنه وانا في عمري 19 ونص. البنت هذه ما عندهاش باها، ما عندوش الولاد كار، ما عندوش، عنده 3 البنات هما اللي عنده. قلت لها انا صدمت بديك الهضره، يعني انا طالع فهمتي، طالع على حاجه وتاخرنا في حاجه فهمت. قلت لها ماشي مشكل، قلت لها شطوار مع الدار وكذا ونرجع لك. يعني قالت لي الا كان ممكن ترجع لي هاد العشيه نجي لداركم هاد العشيه. والله اخويا بدر ما كان كذب عليك، هي تجي لداركم؟ قالت لي الا كان ممكن هي تجي لدارنا. كيفاش تجي لداركم؟ تجي لدارنا بقصوا معنا، يعني هي والوالدين ديالها. دابا هادي عايشه معايش في المغرب؟ لا لا، ما عايشش في المغرب، كاينه في برا. وهادشي هذاك انا كنأيدها فيه صراحة، هادشي هذا انا كنأيدها فيه، حيت خير البشر صلى الله عليه وسلم يعني خطبات امرأة، ما هادشي هذا ماشي يعني غريب. قلت لها ماشي مشكل، طلعت شطورت مع جدي مع جداتي مع الوالد. الوالد يعني عندنا كتعرف الناس ديالنا ملي كيسمعوا اوروبا وكدا صافي، يعني حسب لهم اوروبا كاينه الجنة فهمتي. قال لي عندك تقود رفاض وعندك كذا عندك كذا فهمتي. قلت له ماشي مشكل، انا عيط لها قلت لها صافي ماشي مشكل يعني صافي. ملي هودنا انا وهي، ملي هودنا انا وهي تسخرت، يعني جابت ديك السخره، هودنا انا وهي جبرنا صاحبي عطاتو اختها النمره، حتى هي صاحبي عطاتو اختها النمره، حيت هما كانوا هي اختها وما هذاك صاحبي. ديك الساعه جوج يعني فيما عطلاشي، ديك الساعه يعني ديك الساعه عملوا الجوجيه وطلع. دابا هو راه مجوج، عنده شي 3 العيال الله يسهل. بختها جوج. انا قلت لها يعني نعملوا هادشي هذا ونخليو نفكر عام، يعني عطيني عام المهله. ما انا ما كنتش كنفكر يعني في اوروبا وكذا فهمتي، كان يعني عندي نقول لك كنت موفق في التجاره ديالي، ما كنتش كنفكر في الهجره. جاو لهنا للدار قصروا معنا، يعني تعودنا تعرفنا عليهم، تعرفوا علينا، ضحكنا قصرنا وصلناهم في حالهم. يعني تا هما كي يعني ساكنين هنا في المدينه اللي ساكن فيها انا، شنو هما ما عايشينش في المغرب. وبا كان وقع له شي مشكل يمكن ما كاينش كيعود المغرب، يعني نقول لك لمده 10 سنين ولا وقع له شي مشكل ما كيعودش المغرب، كيعودوا غير هي وماما اختها. طلعت في حالة قالت لي انا نطلع نخليك المولى العام ونقرا نهضروا انا وياك في التليفون. قلت لها مرحبا، قالت لي نخليك المولى العام من هو نعملوا جوجيه، نعمل ندفع لك الاوراق ان شاء الله ونجوجو ونطلعوا. طلعت، قلت لها ان شاء الله، قلت لها الا كان ممكن تعبى شي حاجه مرحبا. طلعت بقات كتصوني عليا، ساعه تصوني عليا، المهم كل ساعه تصوني عليا كنصدرها، يعني كنحاول فهمتي. انا ما يعني ما دخلتليش راسي، ومع الهضره بنادم كيدي على الهضره برا فهمتي، كبيره عليك اطلع لتما غتحكم فيك فهمتي كيفاش. المهم علينا، بقيت كنصدر انا بالعاني، بقيت كنتهرب منها، يعني فوقت ما تصوني عليا نقول انا حقا مع الدراري ولا حقا في القهوه ولا حقا مشغول ولا حقا غنصلي ولا المهم ضروري، يعني ما نجبر لها شي سبه لمده عام. واحد اختي صغيرة عليا، صغيرة بزاف، يعني وصلت واحد السن بالمدرسة ما كاينش في العروبية، هو تكمل معايا القراية في المدرسة. أنا فرحت حكما ما عشت مع خوتي، يعني أنا عندي خواتي بنات وعندي ذكورة بحق، حكما عشت معاهم يعني هذيك اختي اللي ودت، يعني فرحت بزاف، يعني واحد الشيء كبير جاني فهمتي، معاه جبرتني عاود موفق أنا. هذيك اختي جات عندي عزيزة صافي، اختي يعني واحد المعزة بزاف، يعني واحد الدرجة بزاف. مشات كتصاحب مع واحد البنت صاحبتها، الصاحبة ديالها، هذيك الصاحبة ديالها الروح بالروح، يعني صاحبة الروح بالروح، يعني كتجي عندها نقول لك اخويا بدر كتجي في 10 الصباح ما كنمشي حتى 12 الليل، وهي مع اختي في الدار كيدرسوا مع بعضهم كيقراو مع بعضهم.
هذه اختي كان في عمرها شي 14 ونص، والاخرى نقول لي كان في عمرها شي 16 ونص. هيدا بقوا مع بعضهم، انا بحكم ما اختي كنت فرحان بها كنت كنتهلا فيها فهمتي، فوقاش ما ندخل ندخل لها شي كادو في يدي فهمتي، ندخل لها يعني ضروري عندي ما ندخل لها شي كادو في يدي، يعني سواء سقاطه ولا سواء لبسه ولا سواء اللي تشهد عليها قلبي انا كنشريها لاختي. وملي كنت كنجي كنجبر ديك البنت معاها، كنقول دابا انا فوقاش ما كنجي كنعطيها لاختي واخا كتبقى تشوف حشومه، يعني هادشي هذا اللي كنعمل انا ماشي مزيان فهمتي. بقيت كنجيب لهم جوج بيهم، دابا انا باقي كنهضر مع الاخرى، بقيت كنجيب لهم جوج بيهم، يعني الحاجه اللي كنجيب لاختي كنجيب للاخرى معاها، يعني تكرر ديك الشيء واحد المده. واحد النهار كانت قررت هاد العائلة اللي كنقول لك عليها قررت باش تهود، يعني بقى لها شي 4 شهور باش تهود. مشات ديك اختي قالتها لديك صاحبتها، ديك صاحبتها انا خارج واحد النهار في الدار وهي جورني بحال هكا، قالت لي خويا راني خليت لك واحد السخره في الجيم الجاكيطه. شني انا ما قصدت والو، انا شني قلت يعني تقدر تكون شي فلوس طاحو، تقدر تكون شي سارو، تقدر ما حكم ما هي كتعمر معنا في الدار بزاف فهمتي. خرجت حالي ما يعني ما ديت ما جيت، قلت لها صافي ماشي مشكل نجي في العشيه ونشوفها، يعني نجي من الخدمه في العشيه ونشوفها. خرجت جيت في العشيه نسيت ديك الهضره اللي قالت لي فهمتي كيفاش. لا غدا اكدت لي قالت لي واش شفتي ديك السخره اللي نزلت لك في جيم جاكيطه؟ قلت لها لا ما شفتهاش يا، قلت لها ما ديت لها بال. قالت لي وادخل شوفها دابا، قلت لها دابا حق المزروب حتى نجي في العشيه. جيت في العشيه دخلت قلت والله حتى نشوف هاد السخره، شنو السخره هادي اللي محمق انا عليها فهمتي، يعني شي حاجه ما ماشي هي هذيك فهمتي. دخلت جبت ديك الجاكيطه كنجبر في الجيم ديالها وحده الرساله بان انا كنبغيك، المهم انت عرفت ديك السيل المراهقه انا ما نقدرش نعيش بلا بك، ولا مشيتي عملتي شي لعبه مع الاخرى ولا تنشرب السام ولا تنقي ولا تنصنع. وكان ملي مرضت يعني 16 عام، انا ملي مرضت رجع لي ما نكذبش عليك، انا في الاول قبل ما نمرض ملي كنت نبلي وكذا ما كانش عندي تأنيب الضمير مره، يعني نعمل اي حاجه ما كيجينيش تأنيب الضمير. ولكن ملي دوزت ديك المرضه، يعني هزيت شخص تغيرت 140 درجه بديك المرضه. نقول الله سبحانه وتعالى يعني جعل سبب طلب لي رجعت، يعني ما نقدرش نبغي شي حاجه شي ح... ما نقدرش نبغي نشوف شي واحد كيتعذب ولا نبغي الضرر لشي واحد. ما علينا، قريت ديك الرساله انا حشمت ما نكذبش عليك، حشمت ما جبرت كيفاش ندير. جات هي واحد الصباح استغلت الفرصه، يعني انا بقيت كنظهر منها كنشوفها دخلت كنستناها حتى تدخل شي بيت ولا تدخل شي بلاصه، وانا نسلت ونخرج من الدار، يعني ما قدرش نشوف لها في وجهها فهمتي، ما قدرش نشوف لها في وجهها اخويا بعدا. المهم بقيت على هذه الحاله هذيك، قلت واحد النهار كنستغل واحد الفرصه، كانوا ماتوا العائله ديالي، وكان طلعوا جدي وجداتي كانوا مشاو يعزيو اخوات الدار، يعني وهي جات لعندك اختي وقالت لها واش فلان كاين هنا، قالت لها كاين، قالت لها واش ممكن داود مشي تسخر لي، قال لها حيتاش انا كنت نعطان تسخر لماما وتقلب رجلي وما قدر ما قدرش يمشي. المهم سي قالت لك اختي للدار، قالت لها نستنى خويا نوض وكذا نقيلو فطار وكذا، قالت لها انا نقيلو فطار دينا غير سير، بقات كتسناني. انا اللحظه اللي غنفتح الباب بحال هكذا، يعني نايض من النعاس مع كنت كنوض متاخر شويه حيتاش كنت كنسالي معطل باللي كنجبرها جالسه في وسط الدار. انا جيت نزرق الباب بحال هكذا نرجع بحالي صافي غنستناها تتحيال وهي كتفعل الباب. قالت لي شني قلت فيك الشيء اللي قريتي؟ قلت لها انا هادشي هذا صدمتيني ما نكذبش عليك، قلت لها انا كنت كنحسبك بحالك بحال اختي وما نقدرش نعمل شي حاجه فهمتي، ما نقدرش نعمل شي حاجه انا اللي يعني انا صدمتيني انا مجبرت ما نقول فهادشي هذا ما فهمتي.
قالت لي وعلاش كنتي كطمعني وكتهلا فيا وكذا، فهمتي؟ او يصعب هذا بارك شي تجيب لها. فهمت القصه غلط اخويا بدر. دابا انا قلت سيده وغير يعني غير كضحك، فهمتي؟ قلت يعني صافي ارميك عليها غادي تبدل الساعه. وهي قالت لي خصك تبدا معايا شي حل. قلت لها صافي سير سير دابا حيد. قالت لي لا دابا دعمل معايا الحل، ما بغيتيش دابا نمشي نشرب السم دابا. قلت لها خلي الغدا ولا خلي العشيه ونتفاهموا في هذا الشيء هذا. قالت لي لا دابا. قلت لها صافي في العشيه يكون خير ان شاء الله. طلعت في العشيه جات لعندها قلت لها انا ما نقدرش، قلت لها ما نقدرش. قلت لها سبحان الله، قلت لها انا هذا الشيء هذا عمره دخل لي لعقلي، فهمتي؟ وما عمري عملت ببالي. قلت لها ما نقدرش، مشي اخويا بطاك تشرب السم. ويلي تشرب صح. والله اخويا ما كنكذب عليك، اللي نكذب عليك بغيت ربي اللي يصبحني من الصباح. سي المراهق اخويا بدر وقلت له العقل، فهمتي؟ هبطونا السبيطار كنت كنا نقدوها، فهمتي؟ نقدوها. انا ملي شفتك المنظر هذاك خافت، ما نكذبش عليك خافت. يعني صافي مشيت لعندها، يعني مشيت طللت عليها بحال هيدا انا واختي، وقلت لها صافي ما يكون غير خاطرك. شني قلت انا؟ قلت انا من الاخر خاطره، فهمتي؟ من الاخر خاطره واحد شهر ولا شهرين ونقلب عليها بحال ولد، يعني فهمتي كيف؟ دمل هذا الشيء هذا ويطلع لها هذا الشيء هذا في راسها ونقلب عليها. ما عطيت الدخل اخويا بطر. ملي قلت لها صافي بدا صافي السيده هاجت، يعني صافي نقول لك يعني تصبح معايا العشيه معايا كل نهار. والسيده اخرى ما بقالهاش بزاف غدا هود اخرى. ملي عودت طفيت عليها التليفون، بدلت الكارطة، بقيت كنفتش على النمره ديالي، بقيت كنفتش على النمره ديالي. عيطت للواليد قالت له ودي ولدي بدل النمره وكذا، عطيني النمره. عطاها الوالد النمره صونات عليا. قلت كان يعني انا عندي الشغل حقا مسافر ما كاينش في المدينه. وهي تقول للواليد قالت له خصك يعني يعني هي سولات بحثت عليا وسقط صح، يعني فهمتي؟ حدث عليا وسولت عليا شي الناس وسقط صح. قالت لي الوالد قالت له خصك يعني تجيبوا لي شي بلاصه باش نهضر معاه غير جوج كلمات ونمشي في حالي. قال الوالد، الوالد قال له واخا. عيط لي واحد النهار الوالد قال لي اجي لعندي. قال لي فين انت؟ قلت له انا مشغول معنا حكم، كنت شريت واحد الطونوبيل. قال لي اجي عندي غديني انا فحال. قال لي اجي عندي غديني فواحد البلاصه، انا فواحد البلاصه في قهوه، اجي عندي غديني واحد البلاصه. ملي جيت ليك قهوه كنجبرها هي جالسه، كنجبرها جالسه كتستناني هي وديك صاحبي وختها في القهوه. سلمت عليهم ريحت معاهم. مكدبش عليك انا ما الساعه كنت يعني تشق في الارض وبلعتني وما كنتش وقفت في ديك الموقف هذا، فهمت؟ قالت لي قل لي كيفاش وقع عليك باش قلبتي رأيك وتبدل لك لله، ما بقيتش وافي بالكلمة ديالك وكذا. قلت لها واخا نحكي لك راه ما غتفهمش. قالت لي غير احكي. قلت لها لا والو. قلت لها ما نقدرش. قلت لها واخا يعني نعاود لك راه ما غتفهمش في هادشي هذا، وهادشي هذا يعني ما كنتش حتى لعائلتي يعني تختي بوحدها إلا كان في راسها. قلت لها عائلتي حتى تختي. قلت لها ما تقولهاش للعائلة. لا قالت لي دابا شنو كلامك الاخري؟ قلت لها كلامي الاخري هو صافي ما نقدرش نكمل معاك. وقفت هيدا وقالت لي شوف انا في راسي قصه كامله. قالت لي بالحق هذيك البنت صغيره، قالت لي بالحق هذيك البنت صغيره، انت مازال صغير وهذيك السيده مازال في سن المراهقه. قالت لي والله حتى دندن. قالت لي انا ما نتمناها لك شي، فهمتي؟ قالت لي انا ما نتمنى لك شي. قال لي انت ولد شاب وبعقلك وكذا وما نتمنى لك شي العاده، فهمتي؟ قال لي ولكن والله حتى دندن. قال لي هذيك ما عرفاش راسها شنو كلام الدار. المهم انا بقيت ساكت في حال هيدا وخرجت في حالي صافي، ما قدرتش نزيد نجاوبها. خرجت في حالي السيده مشات، يعني مشات حتى هي جاب الله التيسير وكانت مورا ديك شي تجوجات. انا بقيت مع هذيك المده نقول لك مده عام، يعني مشيت باش نخطبها، يعني مشيت نخطبها. قلت الوالده والدي يرفضوا، والديها حتى هي رفضوا، حتى الوالدين ديالها هي رفضوا. قالت شي هذا مستحيل ما يكونش،
يعني غنقول لك تحدينا مجوبينا زعما صراحه تحدينا مجوبينا ومشينا جوجنا جوجنا ملي جوجت انا يعني مشيت لعند والديا صافي ما بقيتش مع جدي مشيت لعند والديا مع حكم جدي الوالد كان يعني شرا واحد السكينه يعني في المدينه اللي ساكن فيها انا وقال لي اجي لعندي مشيت لعنده كنا عايشين مزيان بخير يعني عايشين يعني عايشين مهم ضخمين عايشين فرحانين مع بعضنا وصلت واحد المدة نظر المشاكل في الدار يعني ما تفهمت ليش مع الوالدة مع أخوتي البنات ما تفهم ما جابوهاش مع بعض واحد أختي كانت يعني واحد النهار أنا داخل في الباب وجبرت يعني مشدة معها كنقول لها واحد الكلمة خانزة هذه أختي كنقولها لها فهمتي معانا جيت بالدخلة بالسمعة اللي سمعتها مشيت لديك أختي كنت يعني ضربت الله يسمع لينا يا ربي وبقيت لمدة 4 سنين ما كنهضرش مع ديك أختي المدة 4 سنين ديك أختي جوجت وولدت جوج توام ما كنعرفهمش يعني باقي لحد الآن ما كنعرفهمش واخا يعني ديجا شفتهم في التليفون وكذا ما مهم علينا خرجت كريت بوحدي مالي فيها كنا كل شيء بأي حاجة يعني هي سيرتو هي كان فيها واحد طبيعة يعني الحاجة اللي كتعملها في الدار كتخرج تقولها في الزنقة لصحاباتها كنا عندها صحابة بزاف والحاجة الوحيدة أنا هو المراقبة ممنوع الغيرة ممنوع يعني المحاسبة ممنوع والله خويا بدري ما كنكذب عليك ويا كذبت عليك الليل صبحني من انا الصباح كنقول انا السيده اللي كنت كتبغيني كما كنبغيها راه ما درتش دير شي حاجه فهمتي يعني ها عند امتها هي خارجه يعني كل شيء في يدها بقيت واحد المده ضعف ديك التجاره يعني ديك التجاره ساقوا بها الصح الناس يعني كانوا جوج الناس دخلوا 3 دخلوا 4 والمدينه صغيره فهمتي ضعفت بزاف رجعنا كنخدموا غير في السخانه يعني رجعنا كنخدموا غير في السخانه تخيل اخويا بدر كنت كنجيب الليل في الشتوى يعني ما الشتوى يعني تقدر تبيع بياسه تقدر داك اللي بيها بالربح براس المال بكل شيء فهمتي كنجي اخويا بدر 4 سوايع ما بايع والو وما عندي حتى درهم الله كتجبرك الله مخلص لك انا كنجي اخويا بدر من الكاس القهوة الصباح كنوض نفطر في الصباح ما واكل ما والو كنجي في العشية كنمشي نسلف نقولو 20 درهم باش نجيب لها هي نجيب لها هي بوكاديو باش تعشى هي وانا كتقول لي اجي تعشى كنقول لها لا انا واكل وانا باقي من الكاس يعني باقي من الكاس القهوة الصباح واحد العائلة عمي كان صاحبي كان عزيز عليا وصاحبي بزاف كيجي لعندي للدار المهم كيجي لعندي بعض سوايع للدار كيتعشى معايا واحد النهار كنحصله كتهضر معاه في التليفون تهضر معاه في التليفون ولا هضره اخويا بدر اللي سمعك يعني اوديو شي اوديو اللي سمعك فهمتي مع ولد عمك مع ولد عمي اخويا بدر اخويا بدر انا بحكم الحب اللي كنت نبغيها وكنت نقول بنادم بحال والو يعني بنادم يقدر يغلط شي نهار يقدر يقناطي يبغي يتلها فهمتي كيفاش يعني مساله عاديه يبغي يضحك يبغي فهمتي كيفاش التليفون قلت له شنو هادشي يعني تخيل اخويا بدر نقول لك يعني 7 سنين عمري ولا حط يدي عليك ولا سبيتها ولا قلت لك كلمه قبيحه بحياتي حسبتها بشي حاجه يعني تخرج فوقاش ما بغات تدخل فوقاش ما بغات انا ما جيت لك على هذه المحاسبه انا ما جيت لك على هذه المحاسبه ما ماهاش تقول لي بقيت هضر مع ولد عمي ما قلت لها هادشي هذا ما خدامش قلت لها حشومه هادشي هذا اللي كندير على قبلك انا كامل وسمحت في والدي على قبلك والدي ما بقيتش كنمشي لعندهم الا من العيد للعيد يعني في السبه ديالها هي الله يسمع لينا يا ربي من الوالدين
السبه ديالها ما بقيتش كنمشي لعند والديا من العيد للعيد. قلت لها شو مالك؟ قالت لي لا والله العظيم غير بالغلط غير كنضحكوا هكذا، لا ماشي مشكل. رجعت لها تليفونها ما مسحت لها ميساجات ما والو، لا كنت الناس تينا وجهك. قلت لها ربي راه فوق كل واحد. اخويا بدر انا كنخدم في واحد الخدمه، كنخدم في واحد الخدمه اللي قبيحه بزاف، عندي هاد التجاره اللي قبيحه بزاف، تكون كتشوف تشوف هاد التجاره هادي شنو شكون اللي كيجي لينا راه قبيحه بزاف، اي واحد راه يقدر يفاير. انا لا، انا كتجي لعندي البنت كنقول ليه اعطيني النمره باش تا ما خدم لي شي بيازا وكذا، وريني كيفاش كتقي الشات كيفاش كتقي الحال كذا، كنقول لها خلي لي ديالك اعطيني ديالك كدور وجهك نمسحها. اقسم بالله والله واحد اخي بدر، انا ملي وقع لي داكشي ما نكذبش عليك صافي شدي الطريق. انا كنت كنصلي ولكن ماشي يعني الصلاه ديالنا عندنا كتعرف يعني، شدي الطريق صافي يعني شدي الطريق نيشان، الصلاه في الجامع ديما والفجر كان فيه قتصلي الفجر. ملي وقع ملي مراتك شي مراتك الاوديوس اللي حصلتها يعني، قلت ربما هذا لقينا هيداك على ديك الحالة عايشين مزيانين، دازت واحد المدة واحد العام عاو كنجبرك نهضر مع واحد آخر سناب شوت. وهاد الولد هذا عم العائلة ديالها عاو شي هضرة عاو اللي لي سمعك أخويا بدر. قلت أنا ماشي مشكل يعني، حيحت معها حيحت معها ديك النهار هذا، قلت لها مره الاولى دوزت عليك مره ثانيه راه ما ندوز عليك شي. المهم حيحت معها وشكيت لوالديها فهمتي، والديها هما حيحوا معها وداروا فيها. قلت لها ماشي مشكل. شنو لقيتيها تقول؟ وسامح كاري. شنو لقيتيها تقول مع هذاك؟ شنو لقيتيها تقول؟ شنو تقول؟ ما بغيتش انا خويا بدر، ما بغيتش اخويا بدر نخسر الهضره في يعني، بغيت نخسر الهضره في اللايف، راه معروف الهضره يعني معروفه شنو لابسه شنو كذا شنو، انت عارف اخويا بدر. ما بغيتش يعني يعني وريت تاتيك الاوديوس، وريتهم وريت ديك كتاتيك الميساجات وديك الاوديوس وريتهم لوالديها وشافوهم والديها. هذاك الولد حقدت عليه يعني، حتى واحد النهار بغى يسلم عليا وانا نضربو اخويا بدر يعني، هو كيكون تا هو كيكون برا واحد الايام كان هو من برا وبغى يسلم عليا وانا نضربو. ما شعرتش براسي، جرت راسي يعني ضربته صافي يعني فهمتي. معني المهم مشكل الوالده، والديها داروا فيها، قال جا الوالد ديالها قال لي صافي، قال لي اخر مره قال لي يعني صحافية. قلت له صافي ماشي مشكل مسامح كاع داكشي، بقينا عايش العيش عادية سبحان الله. هيداك وما يعني ما بقيتش يعني نقولوا فقد الثقة فيها، لا يعني صافي يعني بقات العيش عادية. كنمشي كنتفق مع ديك الولد اللي كانت كتهضر معاه من العائلة ديالها، مش كتفق مع دابا هادشي هذا غير شي قالوا لي الناس. انا ما نقدرش يعني ناكد لك على واحد الحاجه يعني ما سمعتهاش بوني، ما سمعتهاش بوني وما شفتهاش بعيني فهمتي. كتاكد عليه باش يتعرضوا لي باش يضربوني انا، وهادشي راه الناس عندهم دلائل عليه فهمتي كيفاش. انا ما نكذبش عليك، انا بعيني ما شفتش، وفعلا تعرضوا لي وضربوني بالمضاخ ويا بدر يدي هذاك خينا 22 22 غرزة بيدي وضربوني رجلي. اكون ديك العريض معاه هو كان راه بحال اسبانيا من ديك الساعة ما رجع يعني ما شفتوش ديك الساعة ما رجع يعني. هادشي هذا فوقاش غنسمعو يعني حتى غادوقع المشكل الثالث هو اللي غي هو اللي غي فرش فرش اجمع فهمتي. انا صافي يعني بقيت مع ديك السيد يعني صافي، قلت يعني ما ضربته انا بحال ولا ما رضاش وجا عاود نتاقم يعني ما نويتهاش بان هي عامله معاهد فهمتني، ما نويتهاش بان هي عامله معاهد. واخويا بدر في الدار في الدار معايا اخويا بدر، قولي لك كاين شي مالك في الدنيا يا هادي
طاح وطال فيا من كرش الخير، الماء سخون كذا ما تقصرش. انا خويا بدر بغيت نحماق، انا ما تفهمت ليش القضيه، باقي لحد الان ما بغاش تفهم لي. والله خويا بدر ما كنكذب عليك، الا ما بغاش تفهم لي هذه القضيه مره سيده مالك معايا في الدار. لقينا هي هذيك، طلعت ولد عم اوروبا، انا مشيت خيط ما يبقينا هذاك. انا بحكم التجاره ضعفت، قلت غنبدل، يعني غنبدل التجاره صافي، يعني صافي ضعفت بزاف ما بقاتش مخارج، يعني غنبدل سافرت خارج المغرب. سافرت خارج المغرب غنشوف يعني شي بروجي اللي نخدم عليه. ملي سافرت خارج المغرب كندوز واحد نقول لك واحد 15 يوم. عودت فحالي للمغرب كنجبر السيدة تغيرت 140 درجة خويا بدر، صاحبت مع شي جوج البنات مطلقين، تا هما مجوجين ومطلقين، وعندهم شي عندهم واحدة عندها جوج البنات واخرى عندها ولد. السيدة خويا بدر كنوط في الصباح كنخليها نعسة، كنجي في العشية ما كنجبرهاش، كندخل نعس حتى كتجي هي، ما كتجي في جوج، فين كنتي مع ماما؟ فين كنتي مع ماما؟ جوج الليل، جوج الليلة فين كنتي مع ماما؟ قلت ربما السيدة يعني ما عندهاش الأولاد وكتقناط وكذا، ما كانش نزير عليها يعني تحبس السيدة في الدار ماشي السجن، فهمتي. دار واحد النهار أنا كنوجد العشاء بيدي هيدا بحال هيدا، جيت للدار ما جبرت العشاء لا والو، القشا باقينا هيداك الحالة باقا هيداك مرونة في الدار، يعني واخا هي كتستنى مني غير نهدار ولا نحياح ولا يعني نقول شي، وانا داكشي هذاك جاني بحال اللي عادي، فهم خويا في شكل، وانا ناوي في شكل، يعني النوايا ديالي بان السيده مريضه ولا يعني ما عندهاش الاولاد كتقنط في الدار، فهمتي. وهي لا، هي خصها السبه، هي خصها السبه اللي وقع فيها المشكل بزاف زمان، بالعاني ما كتجيش كت. خويا رحم والديك، ملي شفتني ميك ما كنقول لها فوقاش دخلتي ولا فوقاش خرجتي، صافي انا مقابل المهم الصلاه الجامع الدار صافي، المهم ما شفني ما هضرت ما والو. ويدعت له واحد في التليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لي واش تعشيتي؟ قلت لها جبرتني ان شاء الله وجدت واحد باركه كناكلها. قلت لها تجي دار تعشى، جيت تعشى. قالت لي لا انا حقا تعشيت مع صحاباتي، انا باقا خساره مع صحاباتي ماشي مشكل، وما اصلا جيران ديالنا بارنا. قلت لها صافي ماشي مشكل، ملي تعالي اجي بحالك. قطعت التليفون شويه عاود عيطت لي، قلت لي السلام عليكم. قلت عليكم السلام. قالت لي خليني نطلق. انا تصدمت، كيفاش؟ قلت لها كيفاش خصك تطلق؟ قالت لي كيف كتسمع انا خصني نطلق؟ قالوا نقول عاود بلا مش تراجع. قلت لها هادشي هذا راه الناس ما كيضحكوش فيه، بلا غرام ما كيقولوهاش. قالت لي لكن ما كتسمع. قلت لها انت مزيانه في عقلك هذا نيشان؟ قالت لي انا مزيانه بعقلي عندي والو. الوالدة شني قالت لهم؟ قالت لهم انا مريضه، قالت لهم انا مريضه، داروا لي السحور، داروا لي كذا هذا. جالي مشيت لعند الوالدين ديالها، قلت لهم بنتكم اشني كتقولوا اشني كتقولوا اشني؟ قالوا لي لا حقا هي مريضه هاد اليومين وماشي في وعيها وكذا. قلت لهم ماشي مشكل، ما مريضه نديوها للطبيب، نديوها نفخيه يعني. قلت لها مريضه في الصباح نديها، في الصباح نديها غدا في الصباح ديتها عند واحد الفقيه قرا عليها الرقيه. جا عندي ديك الفقيه هو صاحبي عزيز عليا. قال لي خويا؟ قلت له قال لي هذه السيده ولا مازال معاها؟ قال لي هذه مشي طلقها قبل ما تندم، حكم انا كنبغيها بزاف ما كنتصنت على الهضره حتى شي واحد، يعني انا كنعمل اللي ببالي، فهمتي. قال لي مشي طلقها قبل ما تندم. قلت ماشي مشكل، هذا ما قطع معاه ما والو، ندير للطبيب النفساني، حتى انا فايت لي كنت مريض، مشيت لعند الطبيب النفساني وتعالجت. قلت ندير ديتها عند الطبيب النفساني، الطبيب النفساني تعود معاها وكذا، خرجت هي ودخلت لعندو انا. وحقا يبان لك يعني في الحاله ديالها، يبان لي الحاله ديالها طبيعيه ما عندها والو. جبت اخويا بدر للدار، جبت للدار بيت واحد المحل بوحده. قلت لها فلانه، قلت لها انت واعيه بهذا الشيء هذا اللي كتعمل؟
قالت لي انا واعيه انا بكامل قوتي العقليه، قالت لي انا ما ماشي حمقى ولا مريضه ولا، قالت لي انا ما عندي والو. قلت لها واش متاكده؟ قالت لي متاكده. قلت لها واش عمري سبيت فيك؟ قالت لي لا. قلت لها واش عمري سبيت لك والدي؟ قالت لي لا. واش قلت لها واش خليتك بالجوع؟ قالت لي لا. قلت لها واش حصلتي عليا شي حاجه يعني شي في التليفون قال لك شي واحد شي حاجه عليا؟ قالت لي ابدا. قلت لها راه غتحمقني، قلت لها راه غتحمقني، اعطيني سبب. قلت لها اعطيني سبب، راه ما يمكنش هادشي هذا. قلت لها اعطيني سبب. قالت لي ما كاين حتى شي سبب. انا بغيت نتسطى خويا وضرتي اي مثلا. ردت عن والديها قلت لها حقاً الا كنت يعني هضرتي في فيسبوك ولا حقا داني بقدر يغلط. قلت لها صراتي تصور هذاك شي واحد كي واحد كيهديك ولا احكي لي نقدر نعاونك، نقدر نعاونك ونخرجك من هذا الشيء هذا. قالت لي راه هادشي هذا ما كاين منه والو، اللي كيقول انت ما كاين منه والو. قلت لها ماشي مشكله. قلت لها عند والدين ديالها جلست معاه. قلت لها فلانه واش عمري سبيتك؟ قالت لي لا. قلت لها واش عمري ضربتك؟ قالت لي لا. قلت لها واش عمري سبيت لك في والديك؟ قالت لي لا. قلت لها واش عمري خليتك ناقصه من شي حاجه؟ قالت لي لا. قلت لها انتم مع بنتكم يعني بنتكم قررت خصها تطلق المحكمه. بقاو كيستناوني اخويا بدر، بقاو كيستناوني انا نرفع دعوه، وانا كنستناهم هما يرفعوا دعوه. يعني انا مبغيتش نرفع دعوه، يعني بحكم هي باغا هي تمشي. بقاو كيوصلوني التهديدات من صحاباتها. عندي الاوديس اخويا بدر اللي بغيت تسمعهم راه نصردهم لي. يعني التهديدات من صحاباتها، اللهم اللهم طلقتيها ولا كذا ولا كذا. المهم والهضره الخاسره هي بيدها كتسب فيا، سبت لي في والديا. شوف اخويا بدر دابا انا الانسان اش نعمت على قبره. بقيت ديك المده، بقيت واحد يعني واحد المده صافي انا دخلت في واحد الحاله الفشل، يعني فشلت الحياه ما نكذبش عليك اخويا بدر. كنت ماشي يعني كنت ناوي نخدم على واحد البروجي صافي فشلت، يعني بقيت ما كنخرجش من الدار، الخدمه ما كاين، ما كنخدمش، يعني ديك الطونوبيل تاعي بعتها، بقيت جالس في الدار يعني صافي. دخلت في واحد المرحله يعني الصراحه ما نبغيها حتى شي واحد، والله والله ما نبغيها لشي واحد. يعني هادشي هذا راه كيجي ساهل دعوله بالحق باش تعيشو، راه صعيب صعيب وصعيب بزاف. يعني قاصح لواحد الدرجه اللي ما تصورش. شتي اخويا بدر، الانسان يخليك تفقد الثقه في راسك راه هي اصعب حاجه في الدنيا. يخليك تفقد بنادم الثقه في راسك، يعني كتشوف واحد الحاجه راه ما كايناش سبب وهي كتاكد لك تقول لك راه ما كايناش سبب، يعني كتفقد لك، يعني كتخليك تفقد الثقه في راسك، يعني انت ناشي حاجه فيك ما كاملاش. فهمتي اخويا بدر؟ انا نهضر وانت فاهم. واخا انت عربي، واخا انت عربي، انت راجل يفهم ومأكد من راسي، راه كتفقد الثقة في راسي. دخلت في واحد الحالة خويا بدر، رجعت للأيام ديالي الأولية ما نكذبش عليك. يعني صافي رجعت للأيام ديالي الأولية، البلية، كل شيء. الليل كنعيش غير الليل فقط، النهار ما كنعيشوش أخويا بدر. الوالدين كيشوفوني كيبقاو يبكوا، الوالدين ديالي كيشوفوا فيا يعني ماشي فواحد الحاله، ما يعني واحد الحاله صافي، كيبقاو كيبكوا. مشاو رفعوا دعوة، وهما رفعوا دعوة، رفعوا دعوة، مشات الموفو يعني رفعوا دعوة، مشاو عملوا واحد الدعوة في شكل يعني بأن أنا وصلتني الدعوة، بأن أنا وصلتني الدعوة، حيتاش هما خافوا مني على حسب الأوديوس و اللي عندي أنا، وحيتاش أنا وصلتني الدعوة ورفضت، يعني رفضت نجاوب عليها، عملوا لي بأن رفض يستلم الاستدعاء، فهمتي؟ وهي تصوني عليا واحد البنت صاحبة الروح بالروح، قالت لي مراتك. قالت لي مراتك راه
راها كانت مصاحبة مع ولد عمك، وراها كانت كتخليك حتى تخرج، وراها كانت كتجيبو للدار بالفوكرة تاعي. كانت تجيبو للدار، انا شحال من مرة عديت نقولها ليك وما قدرتش. انا ما نكذبش عليك، انا تصدم صافي من اللي قالت لي ديك انا. وهذه الانسان تاع هي مجوجه، فهمتي كيفاش؟ لان بغيت النص، فهمتي، بغيت نصحك وصافي. يعني ملي شفتها كبرت كبرت، يعني بغيت نبلغ لك هذه الرساله. يعني ما هذيك الانسان صاحبتها هي صاحبت الروح بالروح. انا صافي ما نكذبش عليك، صافي وصرت لي بالفوتوس بكل شيء، يعني كيفاش؟ تكشي بكل شيء بالدلائل. هي مع ولد عمك؟ وهي بصح معاه؟ كل شيء يعني. بصح معاه. المهم ضرب واحد المدة، هذاك ملي شاف يعني الحريرة كبرت، ملي شاف الحريرة كبرت يعني قلب عليها، هذاك ولد عمي قلب عليها، خاف على راسه قلب عليها. بقات كتعيط لي تهديد، دابا هي دفعات، دابا هي دفعت، انا ما دفعتش وهي دفعت. بقات كتعيط لي خصك ترجعني، خصك ترجعني، خصك ترجعني. قلت لها ما يمكنش، كيفاش ممكن نرجعك يعني؟ وانت انت اختي، انت هنا اختاريت هذه الطريقه هذه راسك. يعني انا ما بزتش عليك، وانا كنأكد عليك، كنقول لك واش يعني متقنه من هذا القرار اللي كتقول. قالت لي لا خصك ترجعني. قلت انا راه ما يمكنش، قلت لها انا من المستحيل يعني نقدر. شنو نقول لك يعني؟ ندوز اللي دوزت في الدنيا راه انت هي اللي عمرك، هاد الهضره هادي اللي عمرك تحلم بها. قالت لي وانت عمرك تعيش هاني وسعيد في حياتك. قالت لي نسحر عليك، وقالت لي وقالت لي المهم. قلت لها مشي لا تقصر. قالت لي لا راه ندير في راسي في مصيبه. قلت لها هي الاولى اصلا، انت الناس بحالك ما مزينش اصلا يعيشوا في الدنيا، تراها كيأذوا الناس اللي قلبهم مزوي. تدير في راسك شي مصيبه هي الاولى اصلا، محرم تهناو منك والله. المهم انا عشت ديك الحاله اخويا بدر، الوالدين دايما كيبكوا عليا ما نكذبش عليك. الوالده دايما كتشوفني فيك الحاله صافي الدمار قد الكريم. صافي وما خليتهم يعني، عملت يعني موافقه للوالد. قلت له انا ما نشوفها مره، يعني مثل واحد الالتزام عاد لي مشي هو يقوم مع الوالد. انا ما نشوف مره محكمه، ما نشوف مره. واحد خوها قال له من الان، يعني من الان فصاعدا، قال له ما انت اختي ما ناخوك. قال له من الان فصاعدا ما انت اختي ما ناخوك، يعني صافي نكره. قال له انت دخلتي لهاد الدار نخرج انا منه. وجا لعندي وكذا، قلت له شوف، قلت له هذه كيما كانت كتبقى اختك. قلت له كيما كانت كتبقى اختك، هيداك خويا بهضر وكندافع عليها. قلت له هذا اختي كتهضر معايا، انت نهضر معايا الزنقه؟ قلت له ما يمكنش. الوالدين ديالي قرروا خوي البلاد صافي، يعني خوي المغرب. دابا انا حاليا دابا انا حاليا راه ما كاينش في المغرب. يعني الوالد تاعو نقول لك مشى المستحيل، يعني مشى رهن بزاف د الحاجات يعني باش يجمع واحد المبلغ باش الساعه اللي خرجت لي يعني الفيزا انا باش نخوي الارض. يعني ماتت جداتي، بقيت معاه واحد المده وخويت الارض، خويت الارض طلعت لهنا خويا بدر، عاونا العذاب الشديد اخويا. انا فهاد الارض العذاب الشديد، ما كاين لغه، ما كاين عائله اللي يساعدوك. كنعس غير برا. يعني حاليا دابا حاليا يعني واحد جوج الدراري هما اللي عاملين فيا بليزر، يعني دخلوني معاهم. كتكلم كاين واحدة الدار انا اف بلاصه دخلوني. تخيل اخويا بدر، هذا شهر واحد، هذا شهر 12 كامل، وشهر 11 كامل دوزتو برا، الناس برا. صح دابا اخويا بدر والله العظيم الى السبردينه والله ما كتجي قدي، يعني بقوة رجلي نتفخ بالبرد بزاف، يدي ورجلي نتفخو، يعني الصباط مبقاش يجي قدي والله. هاد اليومين انا وهي كتصوني،
يعني واخا بدلت النمره صونات عليا، بدلت فيسبوك دخلت عليا. طلقتيها ولا مازال؟ حاليا حاليا عندها المحكمه هي في شهر جوج، يعني عندها اخر جلسه في شهر جوج. لا انا ما قربت عليها، ما نطلقها، يعني ما قربتش عليها مره، يعني ما بغيتش نشوفها، ما بقيتش حامل نشوف وجهها. حاليا دابا هي عند المحكمه، اخر يعني اخر جلسه عندها في شهر جوج. يعني عملت الالتزام، انا قلت لك عملت الالتزام للوالد، هو اللي مكلف هادشي. يعني هادشي اللي كاين اخويا بدر. بصير عيطات لك هاد مؤخرا؟ اه عيطت لي مؤخرا وهددتني، قالت لي يعني قالت لي نحاول ما امكن اللي في جهدي باش نخرج لك على ماماك، يعني نحمقها ولا ندير لها شي لعبه. قلت لها اللي في جهدك دير، قلت لها اللي في جهدك دير. قالت لي في التنتين راه احسن ماماك، يعني في التنتين راه احسن ماماك. قلت لها اللي في جهدك دير صافي هادشي. وباقي لحد الان، باقي لحد الان كد صارت تهديدات. والله العظيم اخويا بدر، اخويا سير دعيها، صفت داكشي الباك ومشي دعيها وطلق عليك هاد السيده. الصراحه دي ماشي ديال الزواج، وما عمرك تفكر ترجع معاها. شي غير فواحد بعد منها ربي يسهلها لك. شوف نهار طلق ربي غيسهلها لك. دابا حنا اصلا حنا دابا صافي، هي اخر جلسه الطلاق هي كاينه في هذيك، راه هي اصلا باها هو اللي يعني باها هو اللي باغي يطلقها. باها اصلا عارفها ما صلحهاش. باها حل الان باقي كيهضر معايا، باها لحد الان باقي كيهضر معايا وسول فيا. والساعه اللي كنت مسافر جانا عندي تلاقاني وقال لي مسيرة موفقه، وقال لي الله يجيب لك السهله والتيسير، وما وطلب مني مسامحه. قال لي سبحان، قال لي الصراحه، قال لي انا الواحد، قال لي عندي ثلاثه البنات مجوجين، قال لي انت الواحد اللي عمري شفت العيب ديالك، قال لي انت الواحد اللي عمري شفت العيب، قال لي وانت عزيز عليا وربي فوق منك. وجات لعندي وداني في المطار وطلب مني السماحه، وبقى كيبكي يا بدر، بقى كيبكي حتى انا جاتني البكيه. والله كيدرعني ويبكي والله اخويا. ولكن قلت له انا نوصيك وصايه وحده، يا هاد السيده ما تخليها شي في الرقبه ديالي، ما تخليها ليش في الرقبه، في الرقبه ديالي. هذه الوصايه اللي نوصيك، خلي يكون هاني، يعني خلي يكون هاني. قال لي اخر جلسه، قال لي فقط اليومين عيط لي، قال لي اخر جلسه في شهر جوج. قصة قصة. نتمنى كلشي يدي معاه، كلشي يدي مع حميد، اي واحد يتفرج يدي مع حميد. نتمنى ربي يسهل لك ويفتح لك بيبان الخير ويعوضك بأحسن منها بألف درجة. طلعتيها مع راجل ولكن ما قدراش الرجال، فراكين اللي غتقدر. فنتمنى ربي تعيط لي مستقبلا ونلقاك أحسن. شوف نتمنى من الله سبحانه وتعالى يدعو معايا يرجع لي غير الثقه، حيت انا ما نكذبش عليك، حيت انا الثقه ما بقيتش نثق دابا مره. حاليا عندي فيسبوك وعندي الواتساب، دخل عليا بنت غير السلام كنبلوكيها، غير السلام كنبلوكيها. والله اخويا ما كنكذب عليك، وربي واحد، والليله اللي غتصبح الجمعه ان شاء الله، والله اخويا اللي كتكتب لي البنت غير السلام، ما كنعرف لها من العائله ولا غير السلام كنبلوكيها. صافي رجعت كنخاف. مازال الجرح جديده حميد، ولكن شوف ربي كبير وان شاء الله غتوقف على رجلي. ما شاء الله كلشي جيدي معاك.